أهلا بكم في هذا البرنامج وتلك الحلقة الخاصة منه، حيث نقدم لكم أول حديث مع أول وزيرة للخارجية في تاريخ الدبلوماسية الإيطالية. الوزيرة هي إما بونينو، وهي في الواقع لا تنتمي لأي حزب من الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة، ولكنها اختيرت كما نعلم لكونها صديقة للعرب. إما بونينو الوزيرة الإيطالية لديها الكثير مما تريد أن تقوله لقناة العربية، ولهذا خصت هذا الحديث التلفزي الأول. كنت واحدة من القادة الأوائل الذين تحدثوا عن ضرورة تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا. هل تعتقدين أنه من الممكن تحقيق هذا الهدف خلال فترة وجيزة كعام مثلا؟ ما أعتقده أن اتفاقا بذلك ليس مجرد اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، إنه مطلب عالمي عام، حيث يدين الجميع استخدام الأسلحة الكيميائية، ولذلك فالأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة وروسيا، بل أعم وأشمل، فالكل يتفق على عدم استخدام تلك الأسلحة مرة أخرى، والقضية الآن هي كيف يمكننا المضي في تنفيذ إجراءات المنع لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وأعتقد أن سوريا عليها الآن التوقيع على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وسيكون السؤال في نيويورك ومجلس الأمن هو كيف يمكن تفعيل تلك الخطوة وإدخالها حيز التنفيذ. لنبقى مع سوريا ونسأل، ما التوقعات والاحتمالات لمؤتمر جنيف؟ يجب أن يسير مؤتمر جنيف 2 بالتوازي مع العمليات الأخرى، بمعنى أن تسير العملية باتجاه منع الأسلحة الكيميائية، والعملية الأخرى تكون سياسية وتسير نحو وقف إطلاق النار، وتستلزم العملية السياسية مزيدا من الإجراءات والمؤتمرات والوقت لعلاج العديد من المشكلات. فالأمر ليس مؤتمر اليوم الواحد، وهذا ما اكتسبته من خبرات أثناء مشكلة كوسوفو. وإذا اعتقدنا بأن المشكلة تعالج في يوم واحد فإن الفشل هو النتيجة، لأن أمامنا الكثير من الإجراءات. فيما يتعلق بليبيا وطبعا العلاقة الخاصة بين إيطاليا وليبيا، ما هي طبيعة البرامج والاستراتيجية التي تنوي كل من إيطاليا وأوروبا الاطلاع بها نحو تلك الدولة العربية؟ الاستراتيجية التي نحاول تطبيقها في ليبيا وضعت بطريقة أو بأخرى في قمة الثمان الكبرى في دورتها الأخيرة ببريطانيا، وتركز أولا على قوات الأمن الليبية، ونحن كنا من أوائل الداعمين للوضع الأمني في البلاد من خلال تدريب قوات الشرطة وإنشاء أطر لمراقبة الحدود الليبية، وكانت تلك استراتيجيتنا الأولى. لكن ما زال أمامنا برامج كثيرة لتدريب الكوادر الليبية على النظم الإدارية الحديثة وتنظيم عمليات الدخول والخروج، غير أن ما جرى على الأرض لم يسمح بتفعيل تلك الاستراتيجية حتى الآن، ونحن على وشك البداية بعد أشهر من التأخير. فالتوتر بين الحكومة المركزية والجماعات الأخرى استمر طوال الصيف، وما نأمله الآن وخصوصا بعد وصول أنباء بأن الحكومة الليبية مستعدة لاختيار وإرسال 400 عنصر سيتم تدريبهم كرجال شرطة ومراقبين للحدود والجمارك وهكذا. ولذا نحن نبدأ الآن ومتأكدون أننا لسنا بمفردنا، لكن نحن في الصفوف الأمامية، وتساعدنا المملكة المتحدة والشركاء الأوروبيون والإقليميون. أنت مكثتي نحو 5 سنوات في مصر وتعرفين المصريين جيدا، لكن لماذا تبنيت أول موقف إيطالي متشدد في تاريخ الدبلوماسية الإيطالية مع مصر ضد ثورة 30 من يونيو، وكيف ستتعاملين الآن مع المصريين الغاضبين؟ ما اعتقدته أن ردة فعل الجيش كانت قاسية وغير مبررة، وأن استخدام العنف ضد المواطنين إجراء لا يمكن قبوله، وما نفعله الآن هو الاستمرار في الحوار مع السلطات المصرية في جميع الأحوال. فقد قدموا خارطة طريق للمستقبل في عملية لإعادة المسار الديمقراطي، وتستعد الآن المفوضة الأوروبية كاثرين أشتون لزيارة مصر مرة أخرى عندما تحين الظروف.
ونحن لم نوقف دعمنا المادي للمشروعات الاجتماعية التي نقوم بدعمها، ومع ذلك ما زلنا نكرر أن عملية سجن الكثيرين تتطلب محاكمتهم، ولا يمكن الاستمرار في احتجازهم من دون محاكمة، وهذا ما يقلقنا. وكما قلنا سابقا، فإن استخدام العنف يظل في دائرة اهتماماتنا، وفي النهاية فإن المصير يقرره المصريون. هذا صحيح، ولكن عليهم أن يقبلوا أن ما يقرب من 20 أو 30% لهم صلة بالإخوان، وأعتقد أنه لا يمكن إقصاؤهم. وما نأمله وقمنا بالعمل عليه منذ البداية هو التوصل إلى حكومة تمثل جميع الأطراف المتعددة للمجتمع المصري، وإيجاد وسيلة للعيش معا في سلام، يختلفون لكن يعيشون في سلام. كيف تتعامل إيطاليا الآن مع المشكلة الإيرانية؟ لدينا الرغبة في مد أيدينا لإيران، ونراقب التغييرات التي حدثت بالفعل، ونعتقد أن الحوار هو الوسيلة المثلى التي ينبغي التعامل من خلالها مع السلطات الإيرانية، ونعلم أن لديهم برنامجا نوويا وعقبات تتعلق به، وهنالك مفاوضات جارية تجمدت لبعض الوقت، وأرى أننا لسنا بمفردنا، فهنالك دول أخرى عديدة تحاول مد جسور الحوار مع القيادة الجديدة لترى إلى أي مدى يمكن أن تكون مختلفة عن سابقتها بعهد أحمد نجاد ومواقفه. وأعتقد أن واحدا من الاختبارات الهامة هو إجراء حوار يتعلق بمستقبل سوريا، فإيران جزء من المشكلة، كما لديها علاقات وثيقة وقوية مع حزب الله، وأؤمن أنه إذا أردنا أن نصل إلى منطقة تنعم بالسلام الشامل فيجب أن يلجأ الجميع إلى مائدة المفاوضات على الأقل كبداية، كي نختبر نوايا بعضنا البعض. لنتحدث عن دول الربيع العربي، إيطاليا هي الأقرب لتلك الدول، لدول الربيع العربي، فكيف تريد إيطاليا أن تتعامل مع دول الربيع العربي في المستقبل، مع تونس، مع مصر، مع ليبيا؟ ماذا تدخرون لهذه الدول؟ الجانب الأكبر من حوض المتوسط يشهد تغييرات جوهرية كبيرة من تونس إلى ليبيا إلى مصر، وهناك الآن صعوبات نراها في الأردن وليبيا نتيجة لتداعيات الأزمة في سوريا، ولدينا علاقات تقليدية مع تركيا أيضا تسوء أحيانا وتتحسن أخرى، وما أريد رؤيته أن تكون أوروبا جاهزة ومستعدة لإعادة تقييم العلاقات مع تلك الدول. وأعتقد أن المراحل الانتقالية في دول الربيع العربي كأي مراحل ممثلة في العالم لن تكون سهلة بل معقدة، وعلينا إدراك أن الموقف في تونس مختلف عنه في ليبيا. سؤال أخير، ستتوجهين إلى الأمم المتحدة وتشاركين في اجتماعات دورتها الجديدة، ماذا تحملين معك من مواقف؟ القضايا الرئيسية التي تحرص حكومتي على التعامل معها تمثل النقاط الرئيسية ذاتها التي ناقشناها خلال هذا الحديث، وسيكون هناك اجتماع خاص بلبنان وهذا بحثناه في إيطاليا، وستتصدر الأزمة السورية المناقشات في لقاءات عديدة، وهناك الكثير من الاجتماعات والمشاورات. محبين الأعزاء، كنا مع أول وزيرة للخارجية في تاريخ الدبلوماسية الإيطالية، الوزيرة إما بونينو، وقد أجابت عن كل الأسئلة بكل الصراحة والتفصيل.